السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا خير وصحة عافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل هيراركي او هرم كبير. يعني ايه هيراركي؟ هيراركي اللي هو ده، الهيراركي اللي هي الفكرة بتاعت الهرم، اللي هو مثلا عندك مثلا ديبارتمنت، عندك مثلا قسم كبير جواه اقسام فرعية، ده شكل الهيراركي. طب ايه اللي انا جاي احكيه لك في موضوع الهيراركي في الباور بي اي؟ بص، انا عندي هنا مبيعات لشركه اتش اند ام، والفكره ان انا عندي ريجن. الريجن دي بتبقى اكبر حاجه عشان دي المنطقه اللي بتضم جواها مدن ومحافظات، وعندي الاستيت اللي هي المحافظه، وعندي السيتي اللي هي المدينه. فانا عايز اخليهم تحت بعض. طب هيفرقوا في ايه؟ هوريك دلوقتي هيفرقوا في ايه. بص، لما اجي اعمل هنا كلاستر تشارت اهو ده كده مثلا، واجي اعمله اوسعها كده هنا كده، واجي اجيب مثلا الريجن ده كده هنا، واجيب السيلز هنا. بص، دي كده الريجن او المنطقه، او المنطقه الكبيره. المنطقه دي بقى شامله جواها مدن جواها. لما اجي ادوس كده عليها مفيش حاجه حصلت. طب انا عايز اعرف المدن اللي جواها، هعمل ايه؟ هقول لك بقى تعمل ايه. هنمسح دي كده الاول. هنيجي هنا عند الريجن. الريجن دي اكبر حاجه، وندوس كليك يمين عليها ونقولها عند كرييت هايراركي. هايراركي فكده هتتكريت حاجه اسمها هايراركي اهي بالشكل ده كده. واجي عند الاستيت. الاستيت دي اللي هي المحافظه اللي هي اللي بعديها، ادوس عليها كليك يمين واقول له اد تو هايراركي. فما فيش هيراركي تاني احنا عاملينها، فمش هيجي غير الريجن اللي احنا كنا لسه عاملينه دلوقتي اهو. فضفنا الاستيت تحت الريجن عشان المنطقه المحافظه المدينه. بعد كده نيجي عند المدينه كليك يمين اد تو هيراركي ونقول له ريجن هيراركي. طب تعالى نبص بقى الفكره بقى في ايه بقى. الهيراركي ده عباره عن ايه؟ ندوس كده هنا ريجن ستيت سيتي. طب تعالى نشوف بقى هنستخدمها ازاي. هندوس على الكلاستر تشارت دي كده ونوسع الكلام ده كده شويه، وهنيجي عند الريجن هيراركي نحطها هنا كده، ونجيب السيلز ونحطها هنا كده. ايه اللي فرق؟ مفيش حاجه فرقت. لما اجي ادوس على الويست مفيش حاجه بتحصل. يجي بقى فكره ايه؟ فكره ده حاجه اسمها دريل داون. دريل داون، افتكر الكلمه دي كويس، دريل داون. ندوس عليها. بص ايه اللي هيحصل لما اجي ادوس دريل داون. لما اجي ادوس على كلمه ويست، بص كده جاب لي كل المحافظات اللي في الويست، خدت بالك؟ طب لما اجي ادوس على كلمه كاليفورنيا جاب لي المحافظتين اللي في كاليفورنيا او المدينتين اللي في كاليفورنيا. طب عايز ارجع لورا. هو ده فكره الدريل داون، اللي انت كل ما تدوس لما تلاقي البتاع ده مفتوح اعرف ان انت كده فاتح الدريل داون. بص، لما جبنا السنترال جاب لك ان تكساس اعلى حاجه، انديانا، الينوي، وهكذا. نيجي نرجع هنا وهكذا. طب عايز افردهم كلهم، اجي عند دي كده وافردهم كلهم، افرد كل المحافظات والاستيت او الاستيت كلها، كل دول هيتفردوا كلها. طب لو انا عملتها دي كده ورجعت دي كده، عملناها دريل اب اللي احنا نرجعها بالمنظر ده تاني. لو دوسنا بقى على كلمة اكسباند اول دي، بص ايه اللي هيحصل. السنترال او المنطقة بتاعت السنترال او المنطقة المركزية، بص جايب لك كل المدن اللي جواها. الايست جايب لك كل المدن اللي جواها، النورث جايب لك كل المدن اللي جواها. دي فكرة الهيراركي وان انت ازاي تستخدمها مع الدريل داون. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة عشان يوصلك حاجات جديدة ان شاء الله في الباور بي اي. وان شاء الله ان شاء الله هتلاقي مني فيديوهات كويسة جدا وتفيدك كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.